في هذا المقطع الذي سنعرضه الآن سنشاهد طفل أكبر بقليل من الأطفال الذين شاهدناهم قبل قليل، وكيف ربطته والدته التي تستجدي المال، لكن هذه المرة في العاصمة بغداد. هيك ايش تشدك؟ مش عارف. بس ما يصير، هذا مو حيوان. ليش قاعدة هنا؟ على بابا. ادري على باب الله اختي. على باب الله شاد ابنك في الكلب. شو سوى؟ قالوا لي سيارة. ادري انت ليش قاعدة هنا انا اصلا؟ وهاي المية مات وسكاترها. ها شاي ما ادري شو حاطة مكياج ووضعك مرتب. هاي محطة مكياج ياكش. شوف الله شوف الله باي علي. هاي هي رموشك هياته مكياجك، يعني عندك فلوس مكياجك وابنك هذا مثل الكلب شادته. ترى حرام هالسيده هياته مركز الشرطه باليرموك، يعني اي شكوى هسه يشيلوك يسجنوك. صدقيني والله. ها؟ هاي حقوق طفل انت ليش قاعده هنا؟ لا باب الله ولا هاي مو باب الله. هاي مو باب الله بكي. طفلة صغيرة تتجول بالشارع بسبب والدتها، بسبب المسؤول عنها، تصطحب معه من أجل التسوق،